اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فهب لنا بفضل أيامه المباركة من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تمن علينا بصلاح أحوال أهلنا وذرياتنا. اللهم امدد في أعمارهم وعافهم في أبدانهم وأسماعهم وأبصارهم. اللهم اجعلهم من السعداء الأتقياء، وارزق كل منهم ما يتمناه مما تحبه وترضاه، واجعلهم من المعافين من البلاء، وارزقهم مغفرتك والجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.